كما جاء في رواية شريفة عن إمامنا وسيدنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام. هذه الرواية في الكافي الشريف عن إسماعيل بن عبد الخالق، وهو ثقة جليل من أصحاب الأئمة الأطهار عليهم السلام. هذا يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي جعفر الأحول. من هو هذا؟ مؤمن الطاق، يقال له أبو جعفر الأحول. يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي جعفر الأحول وأنا أسمع: أتيت البصرة؟ فقال: نعم. قال: كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر ودخولهم فيه ودخولهم فيه؟ مؤمن الطاق أبو جعفر الأحول هذا أيضا من ثقات الأئمة عليهم السلام ومن كبار المتكلمين. يعني شنو؟ يعني رجل خبير في العقيدة، لا يناظر أحدا إلا غلبه، ولذلك أهل الخلاف يبغضونه جدا ويطلقون عليه لقب شيطان الطاق. إحنا نقول مؤمن الطاق، هم يقولون شنو؟ شيطان الطاق. ما قادرين يقولون هذا شيطان، ما حد يقدر. هذا الرجل كانت وظيفته الدينية بحسب الأدوار التي رسمها الأئمة عليهم السلام لأصحابهم، الدور المرسوم لهذا هو نشر التشيع، أنه أنت تصبح متكلما قادرا على البيان، على المناظرة، تناظر وتدعو وتبلغ وتنشر التشيع. هو رجل كوفي، لكنه كان يتردد أحيانا على البصرة. البصرة في ذلك الزمان مركز من مراكز النصب والعداء لأهل البيت والانحراف عنهم، عامتهم عثمانية أموية، يحبون عثمان ويبغضون عليا وأهل البيت عليهم السلام، أو يبتعدون عنهم، يحاولون دائما ما يكون لهم ارتباط به على أقل. الأئمة عليهم السلام كانوا حريصين على نشر التشيع في البصرة وما والاها، على أن يغزوا بالتشيع تلك البلدان غزوا مذهبيا ثقافيا. هذه الرواية التي بين أيدينا تؤكد هذه الحقيقة، خلافا لما يتوهمه بعض الجهلة من أن أئمتنا عليهم السلام ما كانوا مهتمين بنشر التشيع، لأن بعض الجهلة ينتقون بعض الروايات التي ظاهرها أن الأئمة عليهم السلام يقولون فيها: لا عليكم أن تنشروا التشيع، لا يقولن أحدكم جاري وابن عمي، اتركوهم، لا تدعوهم إلى هذا الأمر، إن الله إذا أحب عبدا أخذ بعنقه إلى هذا الأمر وهذا الأمر، أنتم اتركوها. يأخذ هؤلاء الجهلة هذه الروايات لتخطئة المنهج الرافضي مثلا، ويقولون: أنتم لماذا مهتمون إلى بكل هذه الدرجة بتشيع أهل الخلاف؟ اتركوهم أصلا أئمتنا ما كانوا مهتمين بهذا الشيء، وهذه الروايات دونكم. يا سبحان الله، تأخذون طائفة من الروايات وتهملون أخرى. الفقاهة في جمع الروايات حتى نفهم، مثل ما عندنا طائفة من الروايات ظاهرها أنها لا تحض أو تحبذ أن ننشر التشيع، هنالك روايات أخرى مثل هذه التي بين أيدينا تحضنا على ذلك وتشجعنا عليه وتدعو إليه. فما هو إذن وجه الجمع؟ أن يقال أن الطائفة الأولى طائفة
محمولة على قضية خارجية ما، بمعنى أن الإمام عليه السلام يأمر فلاناً مثلاً يقول له أنت لا تنشر التشيع، فلان آخر أنت لا تنشر التشيع، في ظرف زمني خاص واستثنائي حيث يكون هنالك خطر على هؤلاء، إذا ما بلغوا ونشروا التشيع يقتلون مثلاً أو يعتقلون مثلاً. أما الأصل ما هو؟ الأصل هو نشر هذا الهدى ودعوة الناس إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم عليهم اللعنة. هذا هو الأصل، هذه وظيفتنا بالأصل، ما تتعطل إلا لظروف استثنائية حرجة. فلما يأتيك واحد جاهل مثلا وإن اعتمر العمامة ويصعد المنبر ويقول للناس ما مضمونه أيها السني، أنا لا أريدك أن تتشيع، ابق على سنيتك، أيها المسيحي، ما أدري النصراني، ما أدري أي لفظة استخدم هذا المتميع، هذا أنه ابق على ما أنت عليه، بس جايز بعد يقول أيها الداعشي ابق على داعشنتك أو على داعشيتك. شنو هذا المنطق السقيم التافه السخيف؟ لا يا أخي، يا أخي البكري، لا تبقى على بكريتك، لا نرتضيها لك. يا أيها النصراني، لا تبقى على نصرانيتك، لا نرتضيها لك. يا أيها اليهودي، لا تبقى على يهوديتك، لا نرتضيها لك. ندعوكم جميعا بدعوة الإسلام، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن علي ولي الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعزهم ولعن أعداؤهم. إذا ما ارتضينا لكم البقاء على هذه الضلالة فنحن مجرمون في حقكم، لأن معنى ذلك أننا نرتضي لكم أن تبقوا على طريق جهنم. اليهودية طريق يؤدي إلى جهنم، النصرانية طريق يؤدي إلى جهنم، البكرية طريق يؤدي إلى جهنم، وعلى عنادهم البترية أيضاً طريق يؤدي إلى جهنم. هذه الطرق إلى جهنم، هنالك طريق واحد فقط لا يؤدي إلى جهنم، بس طريق واحد يؤدي إلى الجنة. تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما هي؟ قال علي وشيعته بس. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداؤهم. فهذا الطريق نحن ملزومون شرعا، عقلا، أخلاقاً وضميراً أن نجر كل الناس إليه.